أهلا بكم ومرحبا. حلقة جديدة بالتأكيد تتناول التطورات في السودان والمشهد السياسي في السودان، وذلك من خلال تعقيدات كثيرة مر بها الواقع السوداني للوقوف على هذا الأمر ولمزيد من القراءات في الشأن السوداني. أسعد كثيرا بأن يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ أحمد آدم عبد المجيد، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ أحمد، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ ريم، وأنا سعيد أكون معكم في هذه المنصة يعني، وعلى كل مشاهدي أهلنا في تشاد وعلى امتداد بسكم بس النصر 24. أهلا ومرحبا بك، وبالتأكيد متابع للتطورات في المشهد السوداني منذ انطلاق احتجاجات ديسمبر وحتى الآن، والتعقيدات الكثيرة التي مر بها الشأن السوداني إلى أن انتهت بتشكيل الحكومة الانتقالية الآن، وملفات كثيرة بانتظار الحكومة بينما تفاؤل يسود الشارع السوداني بمستقبل أفضل للسودان. ما هي قراءاتكم لواقع السودان الآن؟ نعم، القراءات لكل ما ذكرتي هي يعني أكيد تؤكد أن هناك مرحلة جديدة نحن نعيشها الآن، وما حدث إبان الانتفاضة الأخيرة أو سميها الثورة الأخيرة يعني في ديسمبر هي امتداد طبيعي للكفاح المسلح الذي انطلق في كل ربوع السودان من دارفور ومن النيل الأزرق ومن جبال النوبة، وكان اليد الطولة لحركات الكفاح المسلح يعني هي التي أوصلت ما تم وما تحقق حقيقة من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، وافتكر هي امتداد طبيعي وتراكمي، والعمل الثوري يعني عمل تراكمي وأفضى إلى تغيير رأس النظام في 6 أبريل 2019. وكما تعلمي أن هذه الاحتجاجات أو هذه الثورة الأخيرة انطلقت في البداية كانت عفوية وكانت نتيجة لثلاث قضايا مهمة جدا. القضية الأولى الشح في النقود والشح في الوقود والشح في الخبز، يعني عليه ضاق الشعب زرعا بهذه يعني القضايا الثلاثة. نفتكر كان قضايا قاتلة، أثرها كان كبير جدا ووقعها كان صعب جدا وأثرت حقيقة على وطأة الحياة ومعاش الناس، وجعلت حقيقة من كل الشعب السوداني ينتفض. فبالتالي هي يعني حركت قطاعات كانت لم تتحرك من قبل، ولكن يعني بفضل يعني أنا أفتكر يعني هو يعني رب ضارة نافعة، يعني ربما يعني الإنهاك الذي يعني صادف الأزمة في الخرطوم يعني نتيجة للضربات الكثيرة التي أحدثتها حركات الكفاح المسلح، وأثر ذلك يعني تحقق بعد أكثر من 15 سنة ونيف، يعني تحقق هذا الأمل. يعني الحركات المسلحة هي دائما أو حركات الكفاح المسلح رفعت يعني شعارين، شعار الإسقاط المباشر والإسقاط السياسي. الإسقاط السياسي يجي عبر المراحل السياسية، التفاوض والوسطاء وما إلى ذلك، والكفاح المسلح كفاح الإسقاط. ونفتكر في هذا الأمر كان للحركات المسلحة أو حركات الكفاح المسلح أدوار، وكانت هناك يعني يعني علامات كبيرة جدا يعني شهدها كل الشعب السوداني، يعني خرجت هذه الحركات، حركات الكفاح المسلح خرجت من نطاق الإقليم إلى أن وصلت الخرطوم في يعني في 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 عمل جهير ومشهود له يعني. فكان ده نتيجة إيصال لصوت وإيصال لمقزة وإيصال لمعنى يعني، وكان ده كان في 10 مايو 2008. نعم. طيب أستاذ أحمد، تفاهمات كبيرة جدا تجري في لقاء جوبا بين المجلس السيادي والحركات المسلحة للوصول لتفاهمات، للوصول إلى اتفاقات. بالتأكيد اختلفت الصورة الآن، الواقع الجديد للسودان يفرض مواقف جديدة. ما هي قراءتك لما يدور الآن من تفاهمات مع الحركات المسلحة للمواقف المبدئية الآن لهذه الحركات تجاه السودان الجديد؟ نعم، أنا أفتكر يعني الحركات المسلحة لا تذكر الحركات المسلحة إلا وأن نذكر الدور التشادي حقيقة في هذا الأمر.
ولو تعلمي أن يعني أول وقف لإطلاق النار كان في أبشي، أبشي العزيزة يعني إلى قلوبنا يعني، وكانت يعني محاولة قوية ومحاولة صادقة جدا من الشقيقة جات في أن تضع حقيقة، في أن تضع الأزمة في السودان، في أن تضع لها حل سلمي سريع، وده كان في 2004 يعني، فكان في زمن باكر جدا. عليه أنا أفتكر المنطلق والحاضنة الطبيعية جدا لتحقيق أي سلام، أنا أفتكر يعني تشاد لها يد طولة ويد عليا وكعب عالي في هذا الأمر. هل نعتبر هذا تأكيد على أهمية دول الجوار في استقرار السلام في السودان والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار بالنسبة للسودان في ملفات السلام والأمن تحديدا، خصوصا وأن تشاد من الدول المبادرة في هذا المجال؟ بلا شك يعني، يعني أنا أفتكر حدود السودان المفتوحة وحدود الكبيرة والعريضة جدا يعني مع جارة تشاد ومع أفريقيا الوسطى ومع جنوب السودان، حدود ضخمة جدا يعني. وأفتكر يعني لا أحد ينكر حقيقة دور الدول الجوار، لأنه الآن الحدود مرنة يعني بين هذه الدول كلها إجمالا يعني، وبالتالي الحدود المرنة هذه يعني تجعل من إمكانية أن يلعب وسيط ما أو دولة ما دور. أنا أفتكر دي مسألة لا مناص يعني إلا لزول ما بيعرف الجغرافيا، جغرافية المنطقة وطبيعة أهل المنطقة. يعني أنا للمتحدث عن تشاد والمتحدث عن دارفور كانوا يتحدث عن رقعة واحدة مبسوطة يعني فصلها الاستعمار، ولكن هي أواصل وأمشاج قوية جدا تربط ما بين شعبين. نعم تماما تماما يعني تماما يعني. وأفتكر إحنا يمكن تكاد تكون يعني أكبر الدول إحنا اللي عندنا معاها يعني امتداد ومصاهرة وقبائل مشتركة وكذا، أنا أفتكر هي الشقيقة تشاد. فبالتالي يعني الحديث عنها يختلف عن أي رقعة أخرى يعني، فضلا عن جنوب السودان أيضا يعني، لأنها كانت تقاسم السودان نفس الأرض ونفس الجغرافيا ونفس التاريخ الواحد المشترك، قد تكون هناك تباين في العلائق. ولكن يعني لا تذكر تشاد إلا ويذكر الدور الطليعي في مسألة بناء السلام. بالرجوع إلى سؤالك، أنا أؤكد لك أنه مهم جدا أن تكون هناك أن يكون هناك دور لهذه البلدان، وخاصة يعني لو تعلمي الآن يعني جات من خلال دور مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فكي يعني، وهو يحمل أيضا القبعة التشادية يعني، كان له الدور الكبير والدور الطليعي يعني وما حققه. ولو رجعنا يعني إلى الاحتفال الذي وقعت فيه وثائق الفترة الانتقالية وحديثه يعني حديثه الطيب عن متابعته اللصيقة، فأنا أفتكر يعني 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 كان لتشاد بالشكل الرسمي يعني حضور، فضلا عن حضوره المتواصل في احتضانه لأهلنا اللاجئين، ويزيد أعدادهم يعني الآن هم أكثر من 15 سنة يعني هم الآن في تشاد يعني، فهذا دين كبير جدا يعني، هذا دين كبير جدا. أنا أفتكر يعني إحنا نظل نردد نقول إنه الحكومة التشادية حكومة وشعبها لهم دور في إنه يعني زي ما بيقولوا يقشوا دمعتنا لما كنا يعني لما كنا محتاجين، ولما كنا نلجأ يعني بحثا عن الأمن وعن السلام يعني يعني، لذلك هي دورة متعاظم في هذا الأمر يعني. طيب لقاءات جوبا مع الحركات المسلحة؟ لقاءات جوبا أنا أفتكر يعني جاءت هذه اللقاءات بدعوة مباشرة من رئيس دولة جنوب السودان وسلفا كير مياردد، بعد أن فشلت يعني المفاوضات ما بين قوى الحرية والتقرير واللي هي مكونة معها الحركات الجبهة الثورية تحديدا يعني، فشلوا في جوبا في إدخال قضايا السلام وفي إدخال بنود السلام. هذا الفشل على ضوءه تمت دعوة أيضا للحكومة المصرية ودعت ذات الفصائل في أن تقول رأيها وفي أن تقول كلمتها يعني موحدة جهود الفصائل في بينها، وفشل هذه الجهود يعني جعل من سلفا كير يعني يلتقط القفاز يعني. ولكن
هي دعوة. أنا أفتكر الجنوبيين أيضا يعني باعتبارهم يعني خرجوا من رحم عمل ثوري ومن رحم السودان وكذا، هم أيضا لهم علائق طيبة، ولكن لا تقل هذه العلائق لا تقل أهمية عن تشاد وعن دور تشاد. ولو تعلمي أن أول لقاء مباشر كان ما بين نائب رئيس المجلس العسكري حينها سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والتقاؤه بالقيادة التشادية، وكيف القيادة التشادية وفرت يعني وفرت هذا اللقاء ووفرت البيئة. فبالتالي أنا أفتكر يعني أيضا تشاد في المسعى الأخير كانت موجودة وكانت حاضرة. ولو تعلمي أن الاتفاق الذي سبقه أيضا يعني كانت دولة تشاد هي قائمة بدور التنسيق يعني، وأفضى وهذا الأمر أفضى إلى توقيع اتفاق سلام دارفور اللي هو معروف باتفاق وثيقة الدوحة للسلام، وكان لهذه الوثيقة دور كبير ومفصل لتشاد. وأفتكر ما حققته من سلام كان مشهود وكان حاضر وكان قوي، عزز السلام عزز الاستقرار يعني مما حدا بالحركات المسلحة في أن تضعف يعني. وعليه أنا أفتكر دور جوبا هو دور يعني مقدر في أنها سعية في أنها تحقق السلام. ونفتكر حسب المتابعات أن سيكون النقاش كالآتي: الحركة الجبهة الثورية وفيها ثلاث حركات، حركة العدل والمساواة قيادة جبريل، وحركة تحرير السودان القائد من أركوم الناوي، وحركة مالك عقار قطاع الشمال. خارج عن هذه المجموعة بالإضافة لهم المركز المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الهادي إدريس، وأفتكر الحركات الثلاثة ديل بالإضافة لهم الطاهر حجر وما إلى ذلك، أفتكر هم منضوين تحت لواء الجبهة الثورية خارج عنهم عبد العزيز الحلو. جوبا استطاعت أن 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 تقرأ هذه الحركات مع بعض، اجتمعت مع عبد العزيز الحلو من ناحية، واجتمعت مع الحركات الأخرى من ناحية، وتوصلت إلى اتفاق لعلمها حقيقة يعني ومعرفتها، وايضا اقول ضغطها يعني، لان هي يعني هي تعلم هذه الحركات يعني ان لم تجد حاضنه، ان لم تجد يعني فتح مسارات وما الى ذلك قد لا يكون لها وجود. انا افتكر هي استقلت هذا الدور الذي يعني تحقق لها في انها توحد هذه الحركات. ولكن الملاحظ استاذ ريم، الملاحظ في هذا الامر انه يعني وثيقة الدوحة لم يذكر الحديث عنها يعني، وخاصة انها يعني وضعت اسس للسلام مستدام. بالتالي احنا برضو يعني مع انه يكون في سلام نرحب بذلك، ولكن لابد من اكمال ملفات السلام. ملفات السلام يعني انا لا اعتقد انه تكتمل ملفات السلام ما لم تحقق عودة للنازحين واللاجئين، وما لم تحقق يعني رؤية ثاقبة لأهلنا الرعاة يعني. ووثيقة الدوحة خاطبت هذه الشرائح، لأنه هذه الشرائح إن لم تجد نفسها داخل المنظومة حتما سيكون لها مشكلة. ولا أحد يتحدث الآن عن النازحين واللاجئين إلا وذكر دور تشاد يعني. فعليه أنا أفتكر دور جوبا ينبغي أن يكون دور متكامل مع الدول الأخرى في التشاور والمشورة، حتى كل الأطراف نعم حتى نحقق السلام والاستقرار. وكما ذكرتي أنه مهم جدا استصحاب القوة السياسية الأخرى يعني. أنا كنت أتوقع أنه تتم مشورة ما بين القوى الموقعة على السلام، وأن يؤخذ ويستأنس برأيها يعني، باعتبار أنه إحنا طالما عايزين سلام مستدام مهم جدا أنه نضع كل هذه التقاطعات يعني نصب عيننا، ويعني حتى يعني نكمل سلام مستقر ومستدام. يمكن نقلتني مباشرة للمحور الثاني اللي كنت يعني عايزة أفتحه معك، وهو الحركات الموقعة على السلام، جزء مهم بمنظومة العمل السياسي في السودان في الفترة السابقة وبالتأكيد الحالية والمقبلة. كيف يبدو وجودها في هذه الفترة وفي ترتيبات الدولة الحديثة التي يتم العمل عليها الآن؟ أنا أفتكر هي حجر الزاوية المهم الذي لا يمكن إخفاله ولا يمكن تجاوزه لسبب واحد، لأن هذه الحركات لها مواقع، هذه الحركات عبرت عن 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 مجموعات اجتماعية معينة، وعبرت عن قضايا يعني. وكما تفضلت يعني أفتكر وثيقة الدوحة أضافت إضافتين مهمتين،
متمثلة في مجلس للرعاة والرحل، وهذا المجلس كان يخاطب قضايا الرعاة والرحل اللي بيدخلوا جنوب السودان واللي بيدخلوا أفريقيا الوسطى وكل الشريط الكبير ده على الحدود. نعم يعني الآن الحدود منبسطة والحديث منبسطة من يعني إحنا جزء من الرعاة من بيجوا من النيجر مرورا فإلى جنوب السودان وهناك مقيمون وما إلى ذلك. أنا أفتكر شريحة كهذه جاوبت عليها وثيقة الدوحة. هناك يعني فاقد تربوي كبير يعني نتيجة للمعارك الطويلة، حصل شهداء، حصل موت، حصل لجوء، فضلا عن المجموعات وأهلنا الآن الموجودين في المعسكرات دين. إحنا أفتكر رأينا دورهم وتمثيلهم في وثيقة الدوحة من خلال مجلس الرعاية الاجتماعية. الدوحة ثبتت هذه القضايا كمثال فقط بس، فبالتالي الاستئناس بدوره والاستئناس بموقفه. أقول لها إذا أنت لقيت المنبر لا يمكنك أن تلغي القضايا، يعني الاثنين لا يمكن أن تسقوا. أنا إذا 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 استأنست بدور أي دولة ما مهم جدا، لكن مهم جدا أن استأنس بالمشورة. يعني أنا في هذا الأمر أقول إنه جوبا كمنبر مرحب بجوبا، لكن مهم جدا أن تستأنس بمن له السهم وله المعرفة حتى يعني تتكامل جهود السلام. بالتالي أنا أفتكر مهم جدا يعني أن تؤخذ وتستصحب الحركات الموقعة على السلام، يعني أقلها يعني مشاريع ورؤاها، لأنه إحنا الحركات أفتكر اللي طرحت نفسها طرحتها يعني من خلال تحقيق سلام دائم مستدام يعم كل المنطقة، يعم تشاد، يعم دارفور، يعم جنوب السودان وما إلى ذلك. بالتالي دوره يظل مفصلي ولا أحد يتحدث عن بناء سلام إلا وذكر يعني دولة تشاد وإسهام الكبير ودونك الحادثة الكبيرة اللي وقعت داخل تشاد، يعني مما حدث حادثة بامين الشهيرة يوم 12/5/2013، يعني مما حدث بمجلس الأمن أن يصدر قرار. يعني فأبتكر دور متعاظم جدا لا يمكن إخفاله، ونحن نتحدث عن بناء سلام وخاصة إنه الحدود مبسطة والآن الرؤية تتحدث عن توازن في العلاقات الخارجية. الآن الناس يتحدثوا عن تكامل اقتصادي ما بين السودان ودول الجوار. الآن الحديث عن 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 عن, عن ميناء بورسودان أن يكون ميناء السودان القربي مهم جدا. يعني أنا أفتكر وأنت بتتحدث عن دولة لا مركزية يستفاد من قليمة ومن جوارة، أنا أفتكر مهم جدا تستصحب كل هذه الأدوار ولما لها من سهم. يعني طيب أستاذ أحمد آدم عبد المجيد الكاتب والمحلل السياسي، بالتأكيد القراءات قد تبدو غير واضحة بشكل كامل الآن باعتبار أنه هذه أولى خطوات ترتيب الدولة، لكن بعد تشكيل مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الانتقالية وبداية الانطلاقة لعمل وتأسيس عمل جديد في الفترة المقبلة في السودان، كيف ترى هذه الخطوات بناء على الاختيارات التي تمت للحكومة الجديدة؟ نعم إحنا طبعا يعني كمراقبين نتمنى حقيقة يعني للذين وقع عليهم التكليف نتمنى لهم التوفيق، وخاص إنه المنهج الذي طرح هو منهج أن تكون هناك كفاءات وطنية، ولكن من خلال المتابعة وأنا كمراقب أتابع إنه ما جرى الآن هي فيها نكهة بتاعت محاصصة، يعني فكأنه تم نقض لما قيل. وكما تابعت ما جرى من خلال اختيار مجلس السيادة صدحت بعض الأصوات بها تماما، وزاد المسألة عندما تم اختيار طاقم الوزراء وحديث اثنين من القيادات المهمة صادق المهدي الإمام صادق المهدي وأستاذ عمر باشمهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، كلهم قالوا إنه إحنا نتأسف في إنه الآن يعني نكرنا على الجبهة السورية أن تكون هناك محاصصات. وعندما يقال الجبهة السورية يعنى الحركات الغير موقعة، لأن هناك ثلاث حركات، حركات غير موقعة وحركات موقعة على السلام. عندما يقولوا إحنا نكرنا على الجبهة السورية أي الحركات المسلحة أي حركات الكفاح المسلحة أننا لن نحاصص وقد حاصصوا، فأوقعهم في حرج. فهذا الأمر بلا شك سيباعد الثقة
ما بين مكونات الحرية والتغيير في بينه باعتبار الجبهة السورية جزء من هذه المكونات. ده فضلا عن الحركات التي لم توقع أساسا لم يتم التشاور معها في هذا الأمر. فبالتالي يعني أنا دار أقول ما دار أقول القصة فيها نية، لكن بتحتاج لأنه العصيدة دي نكتولة بمزيد من بمصوات، يعني عايزة لها مصوات لسه عشان تديني الاستقرار اللي أنا عايزه. وإحنا في النهاية بننشط استقرار مستدام، واستقرار السودان بلا شك سينعكس حتما إلى كل الدول الجوار، يعني ما في شك. يعني المحيط الإقليمي يتأثر تأثر مباشر بما يجري في السودان لانفتاح الحدود وما إلى ذلك. طيب أستاذ أحمد، محتاجين لتمدين هذه الثقة عطفا على حديثك، برأيك ما هي الخطوات التي يجب على الحكومة الآن اتخاذها مباشرة؟ طيب مباشرة أنا أقول إنه على هذه الحكومة إنها تقعد مع كافة الفصائل وتستأنس برأيها وبموقفها. على هذه الحكومة طالما الآن هي تتحدث حتى يومنا هذا يوم الأربعاء هذا هي تتحدث عن أن القضايا العالقة تم تسويتها، أفتكر هذا جيد. ولكن أن تستصحب، يعني لأنه وثيقة الدوحة كانت وثيقة واضحة المعالم والورق واضح برا، الآن ما في ورق، يعني ففي حاجات يعني كأنه في وثيقة سرية يتم التناقش عليها يعني، لكن لا وثيقة واضحة المعالم نتحدث عليها. فطالما الموضوع سري احنا برضو نتكلم انه يا ناس الشيء السري ده ضمن فوقه قضايا السلام بشكل كامل. قضايا السلام هي تتكلم عن حقوق تاريخية للحواكير، تتعلق عن شرائح تأثرت عايزة تمييز إيجابي، تتحدث عن قوة كبيرة جدا يعني من هذه القوة ينبغي أن يكون لها ترتيبات أمنية، لأنه يعني إقفال هذه القوة في أن في أن لا يكون لها ترتيبات أمنية حتما يعني ستنخرط. الآن دول الجوار هي يعني ما زال الجوار هش يعني، وكما تعلم دونك الآن الصراع في أفريقيا الوسطى في منطقة براو وما جرى فيها، بالتالي ستكون هذه القوات عرضة في أن تستخدم في أي صراع ما. عليه أقول مباشرة هذه القضايا مهم استصحابها، قضايا التمييز الإيجابي، قضايا التمييز الإيجابي في الصحة، في التعليم، في المؤسسات، في البنى التحتية، هذه مسائل مهم جدا أن يستأنس بها وأن يؤخذ بها. التمييز الإيجابي أيضا في مشاركة هذه القيادات، يعني ولو تعلمي ويعلم المشاهد إنه جزء من قوة الحرية والتغيير متمثل في تجمع المهنيين الأصم والمؤتمر السوداني، يعني مشوا الفاشر وعملوا ندوة، فالندوة دي جوبه وقال لهم رفعوا لهم لافتات قال لهم السلام وينه، فسؤال واضح وصريح معناها انتوا ناس السلام خليتوهم وجيتونا، فما لا مرحبا بكم ولا اهلا، هذا هو الامر يعني. فعليه عندما نتجاهل القضايا يعني سنواجه بمشكلة وسنواجه بأنه السلام ما متقدم غيد أنملة. وافتكر انا من المتفائلين جدا بمؤسسية رئيس مجلس الوزراء بأنه يعني رجل منفتح، رجل تحدث عن أنه سيأخذ كل السودان معا، طالما سيأخذ كل السودان حفنة واحدة وضربة واحدة وعلى يد واحدة وعلى وحدة واحدة، عليه أن يستمع إلى صوتنا هذا ونستفيد من هذا المنبر في أن نوصل هذه الرسائل باعتبار رسائل تساعد على الاستقرار، خصوصا أن الحكومة أعلنت أن الأشهر الستة الأولى الأولوية فيها للسلام. نعم. مع يعني الأخذ في الاعتبار أن يعني الوضع الاقتصادي يحتاج لترتيبات خاصة، لكن الحكومة أعلنت باعتبار أن السلام أساس لكل شيء، لكل استقرار الأمن والاستقرار الاقتصادي بالتأكيد ينبني على السلام أولا. بلا شك، يعني أنا أفتكر يعني دون أدنى شك إحنا ما لم نسعى لتحقيق يعني سلام والبندقية تسكت في كل ربوع السودان من دارفور والمناطق والمنطقتين، أنا أفتكر ما بيكون في استقرار، يعني إطلاقا ما بيكون في استقرار. والآن الحركات أبدت رغبتها ونيتها الصادقة والجادة، الحركات الغير موقعة، الحركات التي وقعت
جزء منها أكمل ملفات، ولكن لتعنت النظام السابق يعني لم يلتزم بالجداول. يعني أنا أفتكر كمثال بالنسبة لحركة العالم المسؤول الموقع على السلام، ودي بالذات واحدة من الحركات الكبيرة جدا اللي ساهمت فيها دولة تشاد في إنها تنخرط في السلام والاستقرار، يعني أكمل الترتيبات الأمنية في منطقتين وتبقت ثلاث مناطق، يعني معناها في قوة يعني تربو على 10,000 مقاتل، يعني فضلا عن جداول لم يلتزم بها. فأنا أفتكر معناها ما زال يعني إحنا برضو دارين نشير لين شنو، ما دارين قوة تجي مسلحة وأخرى تخرج وهكذا، فإحنا كده بنكون في يعني زي ما بقول غربال، يعني كان بنغربي في يعني في 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 موية، لكن إحنا عايزين اللي بيجي يتم تسكينه، يتم الأخذ رؤيته، وخاص إحنا بنتكلم عن بناء مرحلة جديدة تماما، مرحلة فيها المواطنة، مرحلة فيها الحقوق، مرحلة تمثل شعار الثورة. شعار الثورة هذا هو شعار الحركات المسلحة بالمناسبة، يعني ما شعار جديد، يعني حركات قائمة على السلام، يعني السلام تماما السلام هو السلام، العدالة الاجتماعية والسلام المجتمعي هو السلام وتحقيق السلام ده. الحرية لي ولغيري، الحرية أنا داير أعيش حر عزيز مكرم، حرية اللغة، حرية اللهجتي دي تبقى لغة كيف، يعني الحرية بمعناها الشامل، حريتي دي ينص لها في الدستور، يعني أكون حر يعني في كل شيء يعني. والعدالة العدالة مثلا مهمة جدا، تحقيق العدالة، يعني لأنه إذا لم تحقق العدالة نفتكر ما بيبقى فيه يعني للذين ظلموا ويعني ونكل بهم، يعني ما من العدل إنه ما نعدل في إنه نديهم حقهم العادل يعني. فبالتالي هي دي شعارات، أصلا هي شعارات الكفاح المسلح. أستاذ أحمد، يعني من واقع التفاهمات التي تجري الآن ومن واقع المواقف المبدئية للحركات الموقعة أو غير الموقعة والمشهد السياسي، إلى أي مدى يمكن أن يحدث توافق سوداني ممكن أن يعبر بالسودان إلى مرحلة يتطلع إليها كل الشارع السوداني؟ نعم، والسؤال جميل أستاذ ريم، وأنا أفتكر مهم جدا أن يحصل توافق، والتوافق لا يحدث ولا يكتمل، لا يكتمل هلاله إلا بعد أن تستصحب كافة القضايا. جبال النوبة كمثال الحلو له قضاياه، وذكر بشكل واضح عندما قال أنا لا أريد أن أفاوض المجلس العسكري الانتقالي، وأريد أن أفاوض حكومة الشعب، أي الحكومة المدنية، أي الحكومة التي تلتزم لي بقضاياي. هو يعني ما يقول يعني بالتالي هو يتحدث عن قضايا مجتمعات حصل لها تمييز من 56، وحديثه هذا ينطبق على دارفور، ينطبق على النيل الأبيض، لأنه إحنا يعني عندما نتحدث عن تمييز إيجابي، هذا تمييز ليس للقيادات وإنما للشعب، لأنه الشعب حصل له يعني عدم عدالة في الأقاليم المختلفة. بالتالي ما لم تستصحب هذه المشروعات معا كلها في طرابيزة زي الطرابيزة دي بشكل بيضاوي، أنا أفتكر ما يعني أنا بيجيك لكن في نفس الشيء، حتى نزيل حتى هذه يعني مهم جدا إنه نستصحب كافة القضايا بعين واحدة بنظرة واحدة، اللي قاعد في أقصى اليمين هو في أقصى الشمال وهكذا. دي قضايا مهم جدا يعني أن نضعها في حزبتنا، هي على دورها بيحصل توافق. طبعا انقسمنا السودان إلى السودان الغربي الكبير، إلى السودان الوسط، إلى السودان الشرق، يعني هذه يعني احنا افتكر كنت اطلع على بعض قراءات الحركات المسلحه، يعني مثلا كانوا يقول لك ده سودان مالك عقار، وده سودان الحلو، وده سودان دارفور، يعني فالمساله دي عشان ما تثبت تبقى واقع، نزيل هذا المفهوم، نزيله الى سودان واحد، سودان مواطنه، سودان عداله، سودان مواطنه، انك تستصحب قضاياي وما تغمس لي وتاخذه معي وبشكل واضح وايش نخطه برا. انا افتكر مهم جدا احنا نستدعي نموذج الشفافيه ونموذج الوضوح في هذا الامر. بالمناسبه دوله تشاد لها يد طوله يعني في انه حديثه برا وكلامه برا، وانا افتكر يعني في واحده من النكات اللي كانت محببه يعني عندما تم في فتره سابقه يعني جمع السلاح وحمله جمع السلاح، فاستشهد بصوت القائد رئيس الجمهورية في أنه
الناس اللي ما بيجمعوا السلاح بتعمل شنو؟ فافتكر كان رئيس التشادي قال مقولة طيبة، قال أنا بكربهم يعني ما في مجاملة. فإحنا بنحتاج لوضوح وصراحة وعدم مجاملة في قضايانا، القضايا اللي بتؤدي إلى سلام واستقرار دائم. نعم. طيب بالحديث عن تشاد يقودنا للحديث عن الحدود بشكل عام، عن دول الجوار، إلى أي مدى هذا الملف مهم ويجب أن يجد اهتمام كبير جدا من الحكومة الجديدة، يجب أن يولى عناية خاصة لدوره الكبير في الإسهام في استقرار وأمن السودان. والله شاكر لك يا أخي، ده سؤال مهم جدا. وحقيقة الحدود تظل الحدود يعني رئة ومتنفس لشعبنا في السودان إجمالا والشعب في دارفور خاصة. وأفتكر يعني هناك منفعة كبيرة في أن الحدود تكون مفتوحة ما بين الدولين. طبعا كما هو متابع في الفترة الأخيرة تم إغلاق الحدود، ودي لدواعي منغدرة تماما، هي دواعي داخلية يعني ما عندنا فيها شأن. ولكن وفتح منفذين، منفذ في الجنين ومنفذ آخر في الطينة شمال دارفور. المنفذين ديل أنا أفتكر يبقوا حلقة وصل على أن تعود العلاقات ما بين أهلنا الرعاة على امتداد تاريخهم، أهلنا التجار، أن تفتح الحدود بشكل طيب، لأنها هي مصدر رزق ومصدر معيشة ومعاش لشريط كبير وكثير للقبائل الحدودية يعني. ولعلمك إذا ما استقر هذا الحال، أنا من الذين يدعون لترويج السياحة، يعني سياحة الرعاة. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه إحنا عندنا قبائل يعني فقط موجودة في هذا الشريط، يعني كمثال يتسموه الفولاني أو الفلاتة، وموجودين هنا كذلك، وقبائل المسيرية وجزء من القبائل هذه. يعني أفتكر مهم جدا الترويج للسياحة، السياحة البدوية. هذه سياحة اندثرت تماما في العالم كله، وهي موجودة عندنا في هذا الشريط. أفتكر فتح الحدود بعد أن تستقر البلدان مهم جدا يستأنس بها، وخط حتى خط الناقل وسكة الحديد، سكة الحديد المنشأ فتحها مهم جدا إنها تفتح. وترويج السياحة العلاجية أفتكر برضو من القضايا المهمة، فضلا عن قضايا التجارة، ولأن تشاد معبر كبير جدا لكل غرب. إحنا عندما نقول السودان بوابة أفريقيا، إحنا البوابة عبر تشاد يعني. عليه مهم جدا أخذ هذه النواصي كلها في اتجاه واحد، وهي مداخل لإنعاش الاقتصاد بالتأكيد. تماما. والآن يعني تعيش الدول، عندما يقول الدول تسعى إلى مصالحها، في المصالح الاقتصادية في المقام الأول، يعني بعدها تجي بقية العلاقات الخارجية وما إلى ذلك تأتي مؤخرا. وبالتالي يبقى الدعم، يعني أنت الآن مثلا السودان كدولة ما لم تجد حاضنة إقليمية داعمة لها، بيبقى صعب إنها تنفذ برامجها ومشروعاتها. فنفتكر ما تحقق لها الآن من حاضنة اجتماعية دلالة على رقبة في إن ينعشوها ويدعموها. وإحنا في المسعى ده بنشكر كل الدول الجوار يعني إجمالا، يعني لدورها، لا نخفي دور أثيوبيا ودور تشاد، وها هي دولة جنوب السودان، فضلا عن الدور الراسخ الكبير للجارة تشاد يعني. طيب أستاذ أحمد آدم عبد المجيد، أخيرا ما المطلوب من الشارع السياسي السوداني؟ ما المطلوب من المواطن البسيط الآن في كل بقاع السودان، إن كان في المناطق ذات الخصوصية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو في مناطق السودان المختلفة؟ ما المطلوب الآن من المواطن حتى يسهم في بناء هذا السودان الذي نطمح ونسعى إليه جميعا؟ نعم، أنا أفتكر الآن الشارع السوداني هو أكبر برلمان شعبي يراقب هذه الحكومة، يراقب كل سكناتها ويراقب كل تحركاتها. فأنا أفتكر سيكون هذا الضامن، يعني الحكومة الأخيرة جاءت بدفرة زي ما قالوا، بدفرة من الشعب يعني، وتحققت يعني. بالتالي إذا حادت هذه الحكومة، أنا أفتكر الطبيعي جدا سيخرج هذا الشارع. يعني علينا وعلى هذه المنصات الإعلامية مثل قناة النصر 24، هي فضاء لإيصال المعلومة ولتمليك المعلومة. والآن الفضاء الواسع ده
يعني لا تستطيع أن 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 تزايد ولا تستطيع أن تنكر، يعني لأن الفضاء مفتوح وعلى كل حد يستطيع أن يوصل صوته ورأيه وموقفه. عليه أن أفتكر على أهلنا في كافة البقاع وكافة المناطق، أنا أفتكر عليهم يعني دور متابعة حقوقهم. الحقوق تؤخذ ولا تعطى، يعني وبالتالي أخذ هذه الحقوق بالمتابعة وعدم المجاملة. يعني عندما أنا من الذين استبشروا بموقف الجبهة السورية عندما رفضت، قالت أنا أتحدث عن قضايا مناطق، ولكن مهم جدا أن تأخذ وهي تتحدث عن مناطقية ألا تسعى في إقصاء المجموعات الأخرى، لأن روح الإقصاء هذه مهمة ونتنة، يعني هي غير مكروهة ما طيبة. بالتالي يعني على الجميع أنه يتحلى بروح المسؤولية الوطنية، بروح البناء وروح التعايش، وروح أن تعود هذه المنظومات السياسية، يعني إذا لم تندمج في بعضها البعض تعود على أن تؤسس يعني لتفاهمات، لأن التفاهمات هي التي بدورة تؤدي إلى الاستقرار وتؤدي يعني إلى السلام المستدام. في هذا الأمر يظل دور الشعب السوداني دور عظيم جدا، وقام بثورة يستحق يعني أن يشكر عليها، ووصلت صوته ووصل صوته حقيقة إلى كل بقاع العالم بأنه قدم ثورة هي نتيجة لكفاح مسلح استمر يعني في كافة أطراف السودان إلى أن وصل مركز العاصمة وقال قول وقال كلمته. الكاتب والأستاذ أحمد آدم عبد المجيد، انتهى الوقت المحدد للبرنامج ولم تنتهي بالتأكيد المحاور والنقاط التي نود أن نفصل معك فيها ونود أن نستطلع رأيك حولها، ولكن نعد ونعد المشاهد بصفة خاصة ونعدك إن شاء الله بأن تكون لنا معك لقاءات من خلالها نحاول أن نطلع المشاهد على قراءات الواقع السوداني والتطورات التي يمكن أن تحملها الأيام القادمة. شكرا لك جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا فضية النصر 24. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي الأعزاء، كانت هذه حلقة جديدة في برنامج على المنصة، حتى نلتقي في حلقة جديدة مع ضيف جديد وقضايا متجددة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.